مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه من صحافه الغد، هذا البرنامج الذي يتناول اهم واخر الاخبار الصادره في الصحف والمجلات المصريه. الصحيفه التي نتجول بين اخبارها اليوم هي اخبار اليوم، ومعنا للتعليق على الاخبار الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي بالجريده. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ عبير. اهلا يا فندم. البدايه مشاهدينا ستكون مع يوم الشهيد، حيث ادى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاه الجمعه اليوم في مسجد المشير طنطاوي احياء واحتفاء بهذا اليوم. الخبر يقول: السيسي يتابع تطورات مواجهه الارهاب في سيناء، الرئيس يبحث مع قاده القوات المسلحه الاوضاع الداخليه لتامين الحدود، ويؤدي صلاه الجمعه في ذكرى الشهيد. خلينا بدايه استاذ احمد يعني نلقي الضوء على يوم الشهيد، وهو اليوم اللي بيواكب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. تمام. هو طبعا الرئيس زي ما حضرتك قلت النهارده كان بيصلي صلاه الجمعه في مسجد المشير، وكان بيحضر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قاده الجيش ووزير الدفاع ووزير الداخليه وقاده الشرطه. طبعا بيحتفلوا بيوم الشهيد يوم 9 مارس 1969، استشهد الفريق عبد المنعم رياض، عشان كده الدوله بتكرم الفريق وخصصت يوم اللي هو يوم 9 مارس هو الاحتفال بيوم الشهيد، لان الفريق عبد المنعم رياض زي ما حضرتك عارفه ان خاض جولات وحروب وفي حرب الاستنزاف، يعني كان لق ان العدو الاسرائيلي ضربه قويه جدا قبل حرب 73. نعم. وبعدها برضو نزل وكان بيشوف الجنود بينه وبين العدو الاسرائيلي في ارضه 250 متر، تلقى قذيفة، استشهد هو الجنود والضباط. نعم. المتواجدين معه. الدولة حبت تكرم الفريق عبد المنعم رياض وتكرم الشهيد، فحددت يوم 9 مارس، وبالفعل النهارده كان الرئيس بيحتفل بهذا اليوم في وجود قادة القوات المسلحة وقادة الشرطة. صحيح. يمكن يعني في هذا السياق استاذ احمد، يعني بعد صلاة الجمعة التقى السيد الرئيس بكبار القادة قادة القوات المسلحة، وتم بحث بعض الامور يعني على راسها تطورات مواجهة الارهاب في سيناء. احنا داخلين دلوقتي حاجة زي ما عارف على حوالي 3 اسابيع او داخلين في شهر بعد الحرب اللي بياخدها الجيش المصري في اراضي سيناء بالكامل. طبعا عشان الناس يعني بتقول ان العمليه ممكن الجيش بيضرب المواطنين، الكلام ده عاري تماما من الصحه. في معلومات استخباراتيه يعني الجيش ما نزلش فجاه يضرب في الاراضي السيناويه، لا ده نعم. في معلومات وفي بتاكد معاقل الارهاب المتواجده، كان في خطوره كبيره جدا. كانت التقارير بتصل الى الرئيس ان الدواعش بتوع ليبيا وبتوع سوريا وبتوع العراق قادمون بعد الحروب اللي كانت بتاخدها الجيوش العربيه تجاه هذه الجماعات الارهابيه، انهم قادمون على سيناء، وان هيبقى فيه عمليات خطف وعمليات تدمير داخل سيناء وخارج سيناء. الرئيس طبعا بعد ما وصلته المعلومات دي لم بسرعه جدا، وبعد وجود المعلومات وتمركز الجماعات الارهابيه ده، في اكتر من حضرتك من 1500 وقر تم تدميره، عشرات التكفيريين تم قتلهم، القبض على اعداد كبيره جدا من الهاربين من تنفيذ الاحكام. الحرب لحد دلوقتي شغاله ويعني نجحت بنسبه كبيره جدا من وجهه نظري. وطبعا شفنا خلال الفتره اللي فاتت ان العمليات الارهابيه والحمد لله ان هي يعني تم تحجيمها بشكل كبير جدا داخل مصر بفضل وجهود رجال القوات المسلحه. نعم. ورجال الشرطه. الرئيس النهارده كان بيجتمع مع قاده القوات المسلحه وقاده الشرطه، بيحفزهم على الاستمرار والتواصل في محاربه الارهاب داخل سيناء، مش داخل سيناء وبس، لا ده الرئيس كان اصدر تعليماته ان يتم، هو بالفعل متواجدين قوات الشرطه في جميع المحافظات بتحمي مؤسسات الدوله والمنشآت الحيوية. برضو شدد عليهم ان يتوخوا الحذر خلال الفترة القادمة ويأمنوا على أعلى مستوى. طبعا أنا شايف أن العملية في سيناء عملية ناجحة جدا، الأمن الشرطة قايمة بواجبها على أكمل وجه داخل الأراضي والمحافظات المصرية. نعم. كانت تكلفاته واضحة، والنهاردة كان صحيح. أشادوا طبعا، هما وصلوا تقرير للرئيس باللي بيحصل على أرض الواقع. نعم. وعمليات التدمير، وطبعا يفوت الفرصة على الجماعات الإخوان الإرهابية اللي هي بتحاول تستغل أي حدث مصر بتخوضه أو أي حرب وتشكك فيها علشان تشكك أن مصر بتضرب المواطنين، لا ده المواطنين في مكان والحرب في مكان تاني خالص، أراضي صحراوية، أراضي قاحلة، تمركز لعمليات جبل الحلال وغيرها. نعم. من الأماكن داخل سيناء. صحيح. فالجيش بالفعل دمر، وكان بيتواكب مع هذه العملية برضو التهديدات التركية، أنا بعتبرها تهديدات قذرة للأراضي المصرية ومحاولة انتهاك لمياهنا الإقليمية. الرئيس قال لا ده الجيش المصري، يعني احنا مش بس جوه مصر، لا ده احنا الجيش المصري جيش قوي، اتحركت الاسطول البحري، تحرك في المياه الاقليميه، واثبت ووصل صوره للعالم ان مصر جيشها قوي، احنا بالفعل صحيح. من اقوى الجيوش على مستوى العالم. صحيح.
خلينا ننتقل للخبر التالي والتالي مشاهدينا عن زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة. الخبر يقول مصر والسعودية يد تبني ويد تواجه التطرف، العلاقات الاستراتيجية امتدت لأكثر من 100 عام، القاهرة والرياض 2030 الدولة في خدمة الوطن. يمكن يا فندم هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها ولي العهد منذ توليه ولاية العهد يعني إلى القاهرة، مما يعكس الحقيقة عمق العلاقات. هذا المقال بالتحديد بيلقي الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، فلو نتحدث عن هذه النقطة. العلاقات بين مصر والسعودية علاقات تاريخية زي ما حضرتك قلتي من أكثر من مش 100 سنة بس، ده أكثر من 100 سنة. طبعا كان في أول لقاء كان بين الملك فاروق وبين الملك عبد العزيز السعود الملك السعودي في جبل الرضوة، ده كان حدث كبير جدا في وقتها، كان أول لقاء يتم. طبعا مصر والسعودية في علاقات وأواصر تعاون على أعلى مستوى، مش هنقول بقى عشان نرجع لورا والكسوة الكعبة وإن كانت مصر بتهدي السعودية كسوة الكعبة كل عام، كان كسوة الكعبة من مصر، لكن العلاقات امتدت إلى علاقات اقتصادية، علاقات تجارية، علاقات سياحية. طبعا مش هنقدر ننسى أبدا الملك فيصل ووقوفه مع مصر في حرب 73 وغيره، برضو الملك عبد الله طبعا لما مصر في 30/6 في ثورة شعبية أطاحت بنظام الإخوان الإرهابية، خرج في بعض الدول كانت طبعا بتقف ضد مصر وقالت إن ده انقلاب عسكري وتحاول تشكك في الثورة الشعبية الجارفة التي قام بها المصريين، خرج الملك عبد الله وألقى بيان وخطاب كان شديد القوة وشديد اللهجة إلى القوى الخارجية يساند فيها ويقدم دعمه للحكومة وشعب، ووقتها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزير للدفاع. يعني العلاقات ممتدة إلى فترات صحيح. طويلة. طبعا الملك بعد وفاة الله يرحمه الملك عبد الله تولى الملك سلمان زمام الأمور، حاولوا برضو المشككين إن يقولوا لا ده العلاقات الملك سلمان ما فيش توافق بينه بمصر، لا ده الملك سلمان قدم تعاون وقدم يعني مشاريع اقتصادية وخدمات للحكومة المصرية منذ توليه المملكة ومنذ أن تولى في الزيارة بقى الأخيرة حضرتك اللي بنتكلم عليها الأمير محمد بن سلمان. ودي أول زيارة يقوم بها في أول جولة خارجية نعم. لولي العهد السعودي، واختار مصر هي تكون أول محطات هذه الجولة صحيح. الخارجية. طبعا احنا استقبلناه استقبال حافل جدا، الرئيس عبد الفتاح السيسي حطم البروتوكول لأن كان يجب أن يستقبل ولي العهد عهد رئيس الحكومه يعني اقصى تقدير، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لاواصر التعاون بين مصر وبين السعوديه نعم. وبين الاشقاء العرب والخليجيين بيكسر البروتوكول ده، ده دليل على المحبه والمعزه صحيح. من الرئيس ومن الحكومه ومن الشعب الى دوله صحيح. السعوديه وغيرها. يمكن يا فندم يعني اطلقت مصر والسعوديه استراتيجيه 2030 لكي يعني تنهض بمواطني الدولتين، لكن الحقيقه تنفيذ اليات هذه الاستراتيجيه مختلفه طبعا يعني لاختلاف كل مجتمع. خلينا نلقي الضوء على ملامح هذه الاستراتيجيه. الاستراتيجيه حضرتك ان في خلال زيارة ولي العهد السعودي تم تأسيس صندوق مصري سعودي برأس مال 10 مليار جنيه، ده هيقيم عشان الاستراتيجية احنا لسه قدامنا 12 سنة، هيقيم منطقة صناعية ضخمة جدا في سيناء، 50 منتجع سياحي في البحر الأحمر وغيره من المناطق الساحلية. هو في دعم كبير أو في يعني تعاون كبير هيتم الفترة الجاية اللي هي بالنسبة للاستراتيجية في مجال السياحة وفي مجال الصناعة. يعني السعودية بتضخ عشرات المليارات من الدولارات في الأراضي المصرية، تستثمر في كل المجالات من السياحة والتجارة والاستثمارات. دي الاستراتيجية دي أنا شايف إن طبعا بيتبناها ولي العهد السعودي بالتعاون مع مصر، إنه ليه فكر مختلف. زمان احنا شفنا إن هو بيحرر السعودية من بعض القيود بالنسبة للنساء ومن بعض القوانين والعواقب التي ينتصرها يعني السيدة السعودية، كانت في حاجات كتير قوي هي غير راضية عنها، هو طبعا حررها من المسألة دي. ففي نهضة كبيرة قوي في السعودية طبعا صحيح. النهضة دي بيواكبها نهضة خارجية، عشان كده وضع استراتيجية 2030 استراتيجية لتنمية الصناعة والسياحة بين مصر والسعودية. صحيح. خلينا ننتقل للتالي والتالي مشاهدينا عن الانتخابات الرئاسية، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج يوم الجمعة المقبل. الخبر يقول أمام 129 هيئة دبلوماسية بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية الجمعة المقبلة. يعني إذن الجمعة المقبلة بيبدأ التصويت، بيستمر لمدة 3 أيام وبينتهي مساء الأحد. تفاصيل هذا الأمر يا فندم. هو حضرتك طبعا احنا شفنا الفترة اللي فاتت كانت وزيرة الهجرة قد بتقوم بجولات مكوكية إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية ذات الكثافة المصرية، فيها كثافة من العمالة المصرية بشكل كبير، الولايات المتحدة، الأردن، السعودية، الإمارات وغيرها من الدول وألمانيا. طبعا استعدادات كانت على أعلى مستوى، تم تشكيل لجنة أو
إدارة مركزية تدير العملية الانتخابية في الخارج يوم الجمعة والسبت والأحد القادمين بإذن الله. نعم. وأي شكاوى تتلقاها هذه الإدارة المركزية يتم حلها على الفور. حضرتك بالنسبة للانتخابات إحنا عندنا 11 دولة، دول يعتبر فيهم أكثر من لجنة تتقدم هذه الدول للولايات المتحدة الأمريكية، فيها حوالي 5 لجان. ألمانيا والسويد يليها في الدرجة في المرتبة الثانية ب3 لجان، باقي الدول هي لجان واحدة. إحنا عندنا 139 لجنة في 123 دولة و16 يعني ب 123 سفارة و16 قنصلية. نعم. هتجرى فيها الانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات عشان حضرتك تكوني عارفة وضعت الضوابط وشروط للانتخاب المصريين المقيمين بالخارج، ان لازم بالبطاقة وما يكونش صورة البطاقة، يكون الرقم القومي واصل الرقم القومي والباسبور، ويبقى فيه المراقبات، لان بنشوف ان كل مرة يعني برضو من 4 سنوات كانت العملية الانتخابية بيحاول جماعة الإخوان الإرهابية ان تفسد المشهد الديمقراطي اللي بتمر بيه مصر، ويخشوا عشان يفسدوا العملية الانتخابية بيقولوا ان فيها تزوير وفيها تضليل. لا، الهيئه الوطنيه وضعت شروط قاسيه جدا، بس في مصلحه الناخب وفي مصلحه برضه مصر الخارجيه، ان في وجود الممثلين من المجتمع المدني ووسائل الاعلام، ان السيد المنقبه يتم يبقى في سيده تظهر يعني ملامحها حتى ما يكونش حد داخل يفسد العمليه الانتخابيه. وطبعا اي شكاوى بيتم حلها على الفور. الانتخابات باذن الله انا شايف ان هي بالخارج هتكون ان شاء الله على اعلى مستوى، هيبقى في نسبه حضور عاليه نظرا للحركات المكوكيه اللي كانت التحركات المكوكيه اللي كانت بتقوم بيها وزاره الهجره والحكومه والدوله خلال الايام الماضيه. صحيح، باذن الله. خلينا ننتقل للتالي، والتالي هو حوار مع رئيس هيئه التنميه الصناعيه. هذا الحوار عنوانه رئيس هيئه التنميه الصناعيه ضوابط جديده للقضاء على سماسره الاراضي. الهيئه الهندسيه بدات إنشاء 4400 مصنع والتسليم نهاية العام الحالي. يعني في هذا الحوار ألقى رئيس الهيئة أو تحدث عن ضوابط جديدة، وضع ضوابط جديدة للقضاء على سماسرة الأراضي بالتحديد. يعني ما هي أهم هذه الضوابط؟ أهم هذه الضوابط الأول عشان الناس تبقى عارفة، أن الدولة بتنشئ مناطق، بتضع البنية الأساسية للمناطق الصناعية بتكلفة عشرات المليارات من الجنيهات، يعني 30 مليار تقريبا في كل منطقة مجمعات صناعية. الدولة بتهدر هذه الأموال بسبب سماسرة الأراضي. السماسرة بياخدوا الأرض اللي الدولة بتكلفها 600، يشتروا الأرض المتر ب 600 جنيه كامل المرافق. نعم. ويبيعوه في السوق السوداء ب 1800 جنيه، يعني بيحققوا في المتر الواحد 1200 جنيه. الدولة طبعا بتخسرها، لأن الدولة بتقدمها مفروض لأصحاب المصانع. نعم. الدولة لما شافت المسألة دي وإن في إهدار المليارات وإن الأراضي اللي يعني لا المستثمر بيستفيد ولا الدولة بتستفيد، وفي وسطاء اللي هو السماسرة بيحققوا مليارات الجنيهات من هذه العملية، وضعت ضوابط. أهم ملامح هذه الضوابط أول حاجة إن خلال 6 شهور، يعني لو كانت المسألة مفتوحة كل 3 سنين ممكن يجدد الخطاب التجديد الترخيص بتاعه وتستمر فترة طويلة، لا قال لك إن خلال 6 شهور يبقى معايا رخصة البنى، خلال سنة يبقى معايا رخصة الإنشاء، خلال 3 سنوات يتم تشغيل المصنع. نعم. ومش هيمد اي يعني بعد 3 سنوات في ناس ممكن تعمل زي الماضي وتيجي تقول لا احنا عاوزين نجدد الترخيص تاني، لا الضوابط منعت تجديد الترخيص بشكل نهائي. نعم. اللي مش هيبني او يشغل خلال ال3 سنوات هيتم سحب الارض منه. وطبعا احنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت ان اللي كانوا بياخدوا اراضي برضو الدوله استندت 500 قطعه تم الحصول عليها من خلال السماسره، استردتها لانه قعدوا بقالهم 7 سنين ومفروض جددوا 3 وكانوا عاوزين 3 تاني، لا. نعم. الدوله سحبت الضوابط دي. انا شايف من وجهه نظري ان هي تحقق نهضه اقتصاديه كبيره جدا خلال الفتره الجايه، لان نعم. هنشوف مصانع بالفعل على ارض الواقع. صحيح. يمكن يا فندم يعني ايضا تم سؤال، وسؤال مباشر تم سؤال رئيس هيئه التنميه الصناعيه، متى سيتمكن المستثمر من استخدام الانترنت في الانتهاء من التراخيص؟ هو يعني في ضوابط شديده جدا. نعم. وضعتها هيئه التنميه الصناعيه في المساله دي، هم هيوفروا لهم، وفي اتفاق مع وزاره الاتصالات ان هيتم توفير المساله دي، لان طبعا التكنولوجيا عامل اساسي وبالذات للتجار والصناع. نعم. خلال الفتره دي فهيبقى في توفير الانترنت بشكل كبير جدا خلال الفتره الجايه. تحدث يعني ايضا تحدث عن انشاء عدد المصانع 4400 مصنع تسليمها نهايه العام الحالي، وايضا في 500 مصنع بتبدا الانتاج بالفعل نهايه الشهر الجاري. هو في 500 مصنع بالفعل. نعم. في بورسعيد ومنطقه السادات هيتم تشغيلها، هيفتتحها من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهايه هذا الشهر، غير منطقه الروبيك اللي هيتم افتتاحها على حد علمي الشهر الجاي باذن الله شهر ابريل. طبعا بالنسبه لل 4400 مصنع ده المشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي لانشاء مناطق صناعيه في الصعيد. المشروع ده الهيئه الهندسيه قايمه فيه بدور كبير جدا، بنهايه هذا العام هيخرج عدد كبير جدا من المصانع الصغيره والكبيره ومتناهيه الصغر الى يعني هتبقى موجوده على ارض الواقع. حضرتك كان في مشكله بالمناسبه
الدولة لما طرحت هذه المصانع طرحتها لقت إقبال كبير في بورسعيد وفي السادات وبعض المناطق الصناعية في وجه بحري، لكن لما حبت طبعا في اهتمام كبير من الرئيس بمنطقة الصعيد، لما حبت تطبقها في الوجه الإبلي في الصعيد العملية ما مشيتش قوي لأن ارتفاع الأسعار يعني مش عاوزين يشتروا بالسعر ده، فراحت الدولة حبت تعمل بالنسبة لل 4000 مصنع تضع يعني تمنحهم أراضي، لقت إن هم عاوزين يأجروا بحق انتفاع لمدة 50 سنة أو 49 سنة، هتديهم الأرض بإيجار في الشهر 20 جنيه للمتر. المسألة دي لما الدولة طرحتها في الصعيد لقت ان في اقبال كبير جدا، هو ده اللي ابتدى الناس تقبل على شراء او شراء قطع يعني بحق انتفاع لإقامة المصانع، وطبعا ما فيش دولة بتنهض بمصانع صغيرة او بمصانع كبيرة، بس لازم يكون في كده وكده عشان صحيح. الدولة تقدر تنهض بالنسبة للتنمية الاقتصادية. خلينا ننتقل للخبر التالي وهو عن قطاع النقل الداخلي وعنوانه إنشاء شركة لإدارة مرفق نقل الداخلي. يعني حسب الخبر الحكومة بدأت بالفعل منذ فترة في دراسة بعض المقترحات لإنشاء هذه الشركة، فيعني أهم تفاصيل هذه الشركة. هو هذه الشركة احنا بنواجه الشركة دي من نقل داخلي عشان الناس بس المشاهد ما يبقاش فاهم ان نقل داخلي في داخل القاهرة بس، لا ده داخل القاهرة والمحافظات. المهندس شريف إسماعيل خلال الشهور الماضية يعني قعد مع الخبراء والمسؤولين في مجال النقل وحب يعمل عشان يسهل على المواطن عملية النقل، حب يعمل شركة لنقل داخلي تكون شركة كبيرة جدا. دلوقتي يعني في لقاءات واجتماعات بتتم في لجنة يعني هيتم تشكيلها برئاسة وزير النقل وعضوية ممثلين من البنك المركزي واتحاد الصناعات والوزارات والجهات الحكومية عشان تشوف الجوانب الفنية والجوانب المادية اللي هينشئ بيها الشركة دي. الشركة طبعا هيبقى فيها وسائل نقل فيها زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية بالنسبة للإنترنت والتكنولوجيا، هيبقى فيها على أعلى مستوى من التكنولوجيا عشان ما يبقاش في تعطيل لحركه المرور يعني ويبقى في تسهيل للمواطن في راحه للمواطن اثناء استخدام هذه الوسائل. ان شاء الله خلال الشهور الجايه الشركه دي يعني باجتماع الحكومه او الوزارات والهيئات هتخرج باذن الله الى النور، هتسهل عمليه المواصلات وهتسهل برضو عمليه المرور الزحام اللي احنا بنشوفه لان العربيه لما بتعطل بتوقف زي ما حضرتك بتشوف الدنيا كلها، فان شاء الله ستلقى الشركه يعني اقبال من المواطنين. مشاهدينا الخبر التالي عن مصر للطيران وعنوانه: روسيا تمنح مصر للطيران التصريح بالهبوط في مطارتها. يعني إذن السلطات الروسية تمنح أو ستمنح شركة مصر للطيران التصريح بالهبوط في مطارتها، ماذا يعني هذا أستاذ أحمد؟ يعني إحنا لما حضر وزير الطيران سافر روسيا من حوالي شهرين للتوقيع اتفاقية بعودة الطيران بعد التوقيع اتفاقية الضبعة مباشرة، الرئيس فلاديمير بوتين يعني رحب بعودة السياحة لمصر، ذهب عشان بس تفاصيل الموضوع ذهب وزير الطيران المصري وقع اتفاقية مع وزارة النقل الروسية وزارة الطيران الروسية لاستئناف الرحلات مرة أخرى، لأن شفنا من 3 سنين بعد الحادثة الإرهابية وتدمير الطائرة الروسية في شرم الشيخ توقفت السياحة الروسية تماما. طبعا في معلومات يعني من الحكومة مصادر مسؤولة داخل الحكومة ان الاسبوع الجاري باذن الله هيتم اعادة بالفعل هذه حركة الطيران بين القاهرة وموسكو، لان المفروض في 15 فبراير الماضي كان يتم استئناف هذه الرحلات، لكن واضح ان كان في تعرقل من بعض الشركات هي اللي وقفت عملية اعادة السياحة مرة اخرى. هتبدا السياحة من القاهرة موسكو على ان يتم استئنافها بعد كده من موسكو والقاهرة المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة. الاسبوع اللي احنا ماشيين فيه باذن الله اللي هيبدا من الغد هيتم اعادة حركة الطيران مرة اخرى، الاسبوع الذي يليه هيتم اول رحلة من القاهرة لموسكو ومن موسكو الى القاهرة باذن الله، ودي حاجة مبشرة جدا بعودة السياحة الروسية مرة اخرى، ان مصر يعني بتستقبل اكتر من 3 مليون سائح روسي في السنة، ودول طبعا حاجة مهمة جدا وتعود السياحة التي توقفت منذ 3 سنوات مرة اخرى باذن الله. ان شاء الله. الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي بجريدة اخبار اليوم كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة، شكرا لك. شكرا لحضرتك زعلان. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من صحافة الغد، غدا بإذن الله حلقة جديدة، فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.